فمن موقعي وأنتم تسألونني حول صفقة التواصل بصفة عامة، نحن مع تواصل والعصر كله يحث على ذلك، ولعل هذا الوقوف ديالي الآن أمامكم فهو في إطار تواصل، وأنتم تبحثون دائما عن المعلومة. أن يكون التواصل بشكله العام وبشكله المطلوب فهذا شيء جميل جدا أن يكون، وأن يكون بشكل احترافي حتى تصل المعلومة ويصل كل، ونعرف بكل أعمال ديال المجلس الجهوي على الصعيد الجهوي والمحلي والوطني ولما الدولي في إطار استقطاب استثمارات أجنبية، فيما هذا هو الغاية من التواصل، وكذلك إيصال المعلومة للجسم الصحفي وللمواطن العادي وللجميع. التساؤل حول الصفقة إن كانت من ناحية القانونية أو هذا، فأنا أؤكد على أنه لا يمكن أن تكون هناك صفقة خارج القانون، فالصفقة يجب أن تحترم الضوابط القانونية والمساطر المنظمة لذلك، لكن مبدئيا نحن مع صفقة تهم التواصل والتعريف بأعمال الجهة وكذلك المجال الترابي لمجلس الجهة. أخي العزيز، اليوم نضع سؤال أعمق ونقول: هل الطريقة التي تعمل بها مجالس الجهة اليوم هي المطلوبة في وقتنا الحالي؟ وهل المنهجية التي نعمل بها وعقد 70 نقطة أو 80 نقطة ديال مجلس الجهة، هل هذا هو المطلوب أو من هذا أو لأصل هذا خرجت المنظومة الجديدة للجهوية المتقدمة التي أوصى بها صاحب الجلالة نصره الله؟ اليوم أنا في اعتقادي ومن موقعي الذي لها 3 سنوات بعد التقييم المرحلة، أرى بأن مجالس الجهة عوضت إلى حد ما صندوق التجهيز الجماعي اللي هو الفاك بدون فوائد وبدون استرداد رأس مال، وهذا هو الموضوع اللي غنديروا في التدخل ديالي حالا، لأننا بدأنا نفتيت ميزانية الجماعة، وكما يقول المثل الفرنسي أن بو دو تو سيريان دو تو، المجلس الجهة ما جاش باش يعوض الجماعات المحلية، جاء اللي يبلور أفكار جديدة ذات بعد تنموي جهوي وتهتم بشأن مشترك بين الجهات. أما وأن نقوم مقام الجماعات المحلية في تدبير شؤونها الداخلية من ناحية المالية، أعتقد أنه خاص نقاش كبير جدا، لأننا ربما ابتعدنا عن التصور الذي خلقت منه الجهة في البداية، علما أنني أقول الله يكون في عون الجماعات المحلية، الملاذ الوحيد اللي عندهم اليوم هو الجهات. كنقصد أنا بالطرق الرابطة بين المدن. أكيد أنني ملي تنقول لك بعد جهوي أنني مع الطرق الرابطة بين المدن داخل الجهة، هذه هي المشاريع المهمة اللي خاصها تكون، مثلا ذات بعد جهوي وتلامس الجهة برمتها، وأم أن نذهب إلى جماعة معينة أو نقوم بإجراء داخل ذلك المحلي، أنا تنقول هنا بأنه ما عندوش البعد جهوي، كيكون عنده بعد محلي. هنا هذا هو ما انا معاك في الطرق، لما لا طرق سياره جهويه، خصنا نعطيو اعتمادات اكثر لهذا النوع ديال المشاريع. لا، اولا فيما يتعلق بالاشكاليه ديال التواصل، هذه مؤسسه اللي كتعرفوا انها مؤسسه مهمه جدا، اللي هي جهه الدار البيضاء سطات، وهي اللي كتصدر اليوم يعني المشهد ديال المؤسسات المنتخبه في المغرب كجهه رائده، وتتمثل واحد الجهه اللي هي اليوم كتصدر حتى من ناحيه المعطيات الاقتصاديه ديال بلادنا. طبيعي انه خص يكون عندنا واحد الوسيله ديال التواصل. كنشوفوا اليوم انه عندنا واحد البدار، واحد برنامج التنميه الجهوي اللي فيه 47 مليار ديال الدرهم، واللي ما يمكنناش ان 47 مليار ديال الدرهم ما تكونش يعني المعطيات ديالها انها توصل للمواطنين. الهدف هو انه خص التواصل مع المواطنين يعرفوا هذه المشاريع اللي كتقوم بها الجهه، ولكن كذلك المستثمرين الاجانب والمغاربه اللي بطبيعه الحال خصهم حتى هما يكونوا على درايه وعلى معرفه تامه بجميع المشاريع، لانه اليوم حنا الهدف ديال الجهه هي انه تبقى رائده على الصعيد الافريقي، على الصعيد الوطني، وعلى الصعيد الجهوي ديال البحر الابيض المتوسط، وما يمكنش نوصلوا هذه المعطيات اللي كتوفر عليها الجهه الا بعمليه تواصليه مهنيه يعني مع شركاء اللي هما مهنيين، اللي يمكن انهم تساهم هذه العمليه في التسويق الترابي، لانه اليوم ما كنديروش غير تنديروا التنميه من طبيعه الحال، ولكن كذلك هناك هي عمليه ديال التسويق الترابي اللي خصها تمكننا اننا نبرزوا الجهه ديالنا كجهه رائده كما قلت على الصعيد الافريقي. لا، اولا الصفقه مازال ما وصلتش على حتى شي شركه. الرقم في حدود 18 اللي مخصص ليه 10 مليون ديال الدرهم، ولكن حد الان مازال ما وصلتش، ولكن ملي كنقارنوا 10 مليون ديال الدرهم مقارنه مع 47 مليار ديال الدرهم، راه لا تمثل شيئا فيما يتعلق بالعمليه اللي بغينا نوصلوها. فيما يتعلق بالشبكه الطرقيه داخل الجهه، عندنا مجموعه ديال المشاريع
بشراكة مع وزارة التجهيز ويعني والماء كاين عندنا مشروع ديال 5 مليار ديال الدرهم اللي تيتعلق بالطرق الجهوية المصنفة، وفيها واحد مشاريع مهمة جدا اللي بدا الإنجاز ديالها. يعني هناك عندنا مشروع ديال الطرق القروية اللي كتعلق بالطرق القروية واللي فيها 2 مليار ديال الدرهم، اللي كذلك الدراسات ديالها راه في طور الإنجاز، وإن شاء الله فيها جانب كبير غادي يبدا كذلك خلال سنة 2024. كتشوفوا في الدور الآن أننا هناك مشروع ديال 5 مليار ديال الدرهم اللي كيتعلق بالربط ديال المركب الجديد ديال كرة القدم ديال بن سليمان اللي غادي يحدث نهائية ديال كأس العالم، واللي غيتم الربط ديالو بمجموعة ديال الطرق اللي تقدر ب 5 مليار ديال الدرهم. هناك كذلك داخل مدينه الدار البيضاء الجهه تساهم في يعني تهيئه واحد العدد ديال الشوارع، واحد العدد ديال الطرق اللي كتمكن من فك العزل على واحد العدد ديال الاحياء، فيها فك العزله على المنطقه الغربيه واللي كيدخل فيها طريق ديال درب وعزه، وجميع الطرق اللي في النواصل بقيمه تقريبا 2 مليار ديال الدرهم. هناك طريق اللي في الحي الحسني الاشاش 26 واللي فيها تقريبا 120 مليون ديال الدرهم، 12 مليار ديال السنتيم. هناك شارع عمر بن الخطاب في المقاطعه ديال سيدي مومن اللي هي تقريبا واحد 9 مليار سنتيم، 90 مليون ديال الدرهم. اذا كما كتشوفوا انه غير في هذه الدوره هذه اليوم حنا كنصوتوا على مشاريع تقدر ب 800 مليون ديال الدرهم، يعني 880 مليار ديال الدرهم ديال السنتيم، كتساهم فيها الجهه ب 160 مليار. مشاريع اللي هي مهمه جدا، يعني اليوم كنستعملوا الوسائل الماليه ديال الجهه باش يمكننا اننا نجيبوا شراكات جديده. ملي كتشوفوا اليوم في الدوره عندنا الجهه كتساهم 160 مليار ديال السنتيم، ولكن المشاريع 880 مليار، يعني 160 مليار ديال السنتيم جبنا 880 مليار. وهذه هنا فين كتنفع هذه العمليه ديال التواصل اللي كنا كنقولوا قبيله، انه اليوم الجهه خصها تكون عندها واحد القوه تواصليه كمؤسسه اللي كيمكن لها انها يكون عندها واحد التأثير على باقي الفاعلين، لا الفاعلين كما قلت الوطنيين ولا الفاعلين الدوليين.